لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في الكلام على الآيات الواردة في إثبات أن الحكم لله عز وجل والنهي عن تحكيم غير شرعه، وكنا قد وقفنا عند كلام العلامة الشنقيطي رحمه الله في الله البيان في قوله: إن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله عز وجل على ألسنة رسله صلى الله عليه وسلم أنه لا يشك في كفرهم وشركهم أو لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثله. يقول: ثم قال رحمه الله: اعلم أنه يجب التفصيل بين النظام الوضعي الذي يقتضي تحكيمه الكفر بخالق السماوات والأرض وبين النظام الذي لا يقتضي ذلك، وإيضاح ذلك أن النظام قسمان: إداري وشرعي. أما الإداري الذي يراد به ضبط الأمور وإتقانها على وجه غير مخالف للشرع فهذا لا مانع منه، كتنظيم شؤون الموظفين وتنظيم إدارة الأعمال على وجه لا يخالف الشرع ولا يخرج من قواعد الشرع مع مراعاة المصالح العامة. يبقى ده احنا اتكلمنا عليه في الأصول، ده باب الايه؟ المصالح المرسلة. يبقى اتفقنا انه يمكن للمجتهدين بطلب من الحاكم أو للحاكم بعد استئذان المجتهد أنه ينظروا إذا أراد أن يلزم الناس بشيء غير لازم شرعا، ولكن أو أن يمنع المصالح المرسلة أختها اللي هي إيه؟ سد الذرائع، أو أن يمنع شيء ليس ممنوعا في الشرع. طبعا الآيات بتتحدث في يعني أشياء شبه هذا في البهائم وغيرها، وصف الله عز وجل من شرع في هذه الأبواب بأن هذا كفر بالله تبارك وتعالى، وجعلهم قال: أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به. لماذا؟ لا بيجي يقول للناس يخضعوا لكلام كبرائهم هذا حلال وهذا حرام على خلاف ما شرع الله تبارك وتعالى، سواء يحلون الحرام أو يحرمون الحلال، الاثنين سواء. هذا يختلف عن أن شيء يكون الشرع تركه جعل الأصل فيه الإباحة ثم أنه يجد جديد، لأنها في الإيه؟ في المصالح المرسلة أو في سد الذرائع، يجد جديد يجعل أن الإلزام بهذا الأمر أن هناك مصلحة شرعية ما لا تتحقق، مصلحة شرعية شهد الشرع لها وأتى بها إلا بالإلزام بهذا الأمر. يبقى الأصل الناس تسير كما تشاء. طيب لما بقت في السيارات والمركبات ميكانيكية سريعة اقتضى الأمر إما أن تنظم، يوجد سلطة تقول نظام المرور أنت بتلزم الجانب الأيمن، كل واحد بيلزم الجانب الأيمن، فيبقى أنت يمينك هي أحد جانب من الطريق واللي جاي في الجهة المقابلة يمينه هو الجانب الآخر وهكذا، طبعا مع كل فهذا الإلزام لم يكن يعني تحريما لما أحل الله، مع أنه في إلزام هو الشيء كان الأصل الناس وهي ماشية على رجلها تمشي زي أي حاجة. ساعات طبعا في الحج أو في الأماكن الزحمة حتى السير على الأقدام بيحتاج يعمل له مسار إجباري وإلا يتدافع الإيه؟ الناس. فهنا القصة أن دي المصالح المرسلة المعروفة اللي ذكرها أهل العلم في كتبهم، أن يمكن أنه لو شيء الأصل فيه الإباحة مش أنه هو يعني ليست من المصالح المعتبرة، وإلا المصالح المعتبرة معتبرة ابتداء، أو من المصالح الملغاة وإلا في مصلحة متروكة، ثم يعني جد ما يجعل هذا ضروري أن نفعله لتحصيل مصلحة شرعية كلية كبرى، يبقى هنا
في كل القوانين الإدارية، أو يعني الأصل في القوانين الإدارية أنها من هذا الباب. لكن ممكن مش بقى حد يقول لي طب خلاص مش أنتوا قلتوا قوانين إدارية مباحة، طب يبقى من ضمن القوانين الإدارية أن اللي يتأخر في سداد الدين عليه يحمل بغرام التأخير، مش هنسميها ربا، هي هتظل ربا، تسميها ما تسميها، واردة في قانون مدني، في قانون جنائي، في قانون إداري. مش العبرة أن أنت إيه أحللت ما حرم الله من الربا، يبقى مش العبرة المسمى الحاجة موجودة في أنه قانون، لكن العبرة أنه ما يراد به ضبط الأمور من الإلزام بأشياء كان الأصل فيها الإباحة، أو المنع من أشياء كان الأصل فيها الإباحة، لأنه في لأن هناك مصلحة شرعية ثابتة متقررة، ولكن صار أنه لا يمكن تحصيلها في الزمان الذي نعيشه أو الملابسات التي نعيشها إلا بالإلزام بذلك المباح في مسألة المصالح المرسلة، أو المنع من ذلك المباح. ولكن الإلزام أنك تمشي يمين، منع أنك تمشي يسار مثلا يعني، فأنت ملزم بهذا وممتنع من هذا من أجل أن هذا يؤدي إلى المصلحة الشرعية لكم. ده طبعا يختلف تماما عن أن اللي جيهم قالوا في البهائم هذا حلال وهذا حرام، لم يكن هناك أي مبرر إلا التشهي والهوى، وإلا أن الكبراء يقولون بأهوائهم والأتباع يرون أن كلام الكبراء لازما لهم. وفي أشياء أباحها الله تبارك وتعالى وهم يحرمونها أو العكس. فإذا طبعا الشيخ يقول الكلام ده ليه؟ لأن ما من مسألة إلا ويوجد من يسيء فهمه، وبالتالي سنجد أناس يعني بعض بتوع جماعات التكفير مثلا ما بيجوا كانوا مثلا بيختلطوا في السجون بناس يعني عافاهم الله عز وجل من هذه البدعة، فكان ممكن اقول له لا انتوا في الطرايد بتلعبوا كوره وتخلوا واحد حكم وان الحكم الا لله وكفرهم. يعني ليست هي يعني شر البلية ما يضحك، يعني هي فعلا دي واقع عند بعض الناس. وللاسف الشديد اللي بيحصل دايما ان خصم اي فكره يعني قوية وحجتها قوية بيهرب من مناقشة تلك الفكرة إلى مناقشة من تطرف في فهمها، فيجي يقول لك موضوع الحاكمية ده انت اخترعته. سبحان الله، يعني ده ممكن أي حاجة تانية. يعني احنا لما اتكلمنا الأول إن التوحيد ينقص توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وارد يقول لك وقلنا ده مصطلح فعلا يعني استحدث، لكن للتعبير عن المعاني الموجودة في الآيات القرآنية. ولو تفتكروا قلنا ساعتها خلاص يا اخوانا مستعد نلغي التقسيم ده ونقول بس ايه ما الآيات كده بس التزموا بيها انتم، ما تبقى التزموا بمعاني ألا تدعوا إلا الله وألا تستغيثوا إلا بالله وأن تجعلوا نذركم لله وذبحكم لله وصلي ربك وانحر، طبقوا ده مش هنسميه توحيد الألوهية ولا توحيد هنا بقى مسألة لما كان مسألة أن الله تبارك وتعالى أمرنا أن نتحكم إلى شرعي، وأن الله عز وجل سمى من تحكم إلى غير شرعي أصفهم بالكفر والظلم والفسق، مسألة أنت منين هتقول أنتوا اخترعتوها؟ فتلاقي وبعدين يقوموا منزلين البعض يقوم عامل كتابات في معنى التوحيد الحاكمية أو معنى الحاكمية. لا نميل إلى، يمكن تكلمنا في الجزئية دي برضو، لا نميل إلى إعطائه وصف كأنه قسم يعني آخر. قضية الحاكمية قضية الموالاة، ويقوم جايب الآيات ويفسرها تفسير سواء كان صحيح أو منحرف كتير ولا شوية. العبرة ما هو فين بقى اللي أنت بتقول القضية أنت اخترعتوها؟ دي قضية في القرآن الآيات عليها لا تحصى كثر. وميجي مثلا كتاب حد الإسلام بتاع عبد المجيد الشاذلي يقول توحيد الله بالحكم، يقوم جايب كل الآيات من أول المصحف لغاية آخره التي تأمر بالتحاكم إلى شرع الله والتي تصف
من يتحاكم الغير الشرعي بالكفر والموالاة كذلك. فيجي لما حد يقرا لكم يعني لو انت اللي عايز يخرج الناس من التطرف ومن بيقول لهم اصل قضيه الحاكميه دي انتوا اخترعتوها، وبعدين يجي هو بيقرا في المصحف او يقرا من كتاب سرد له الايات فقط يلاقيها ايات قرانيه حتى مش احاديث، هتقول لي ضعيفه وانت بتقول اخترعتموها، يبقى انت من الاول يعني بتقول للناس انهم ان انت تحاول ان تحرفهم عن الشرع، ويبقى اللي بيقول لهم الايات دي ايا ما كان هو بيقول اي تفسير هو اللي بيأمرهم بالتمسك بيه. وبعد لما بيجوا يردوا بيقولوا الايه، طب يبقى اذا اول حاجه لازم يعملها اللي بيألف كتاب ويقول قضيه الحاكميه يعني بالفهم الوسطي او باي حاجه، انه يسحب الكلام اللي بيقعد يدندن حوله كتير من ان هذه الطريقه اخترعها، ان هذه القضيه اخترعها ابن تيميه او اخترعها ابن عبد الوهاب او اخترعها او حتى اخترعتها داعش. داعش لم تخترعها، داعش انحرفت فيها زي ما الخوارج انحرفوا فيها قديما. الخوارج لم يخترعوا ان الله امرنا بالتحكم الى شرعي لما قالوا لعلي رضي الله عنه الحكم الا لله، هم فهموها خطا، علي رضي الله عنه ومعاويه رضي الله عنهم طبقوها صح انه تحاكموا الى شرع الله بمحكم، مفيش حكم بيتنفس بيجي تلقائي، انت عندك احكام تحتاج قاضي او محكم. هم ايضا من ضمن الانحراف الاول في المساله انحراف الخوارج انه يكفر احد لانه حكم محكما، ما جاش قال المحكم ده حكم بايه، طب قول له انت طب الحكم بما انزل الله عندك هتعمله ازاي، يستحيل ان يجيب، ما هو لازم مش هيتم الا بايه بمحكم. ولكن تناقض اهل البدع وتجاري الاهواء بهم، فما تقولش اخترعت، يعني جيب الايات وجيب تفسيرها الصحيح وقول هو ده المفهوم الصح. لما تجيب تفسيرها الصحيح تجيب التفسير عن الصحابه والتابعين فمن بعدهم. طيب هو هيقول اخترعت، يبقى هو كده ابتداء اللي بيقول اخترعت بيرمي الناس الى قصه التطرف، وان هو لو وقع بين ما لم يوفقه الله عز وجل الى من يقول القول الوسط والقصد في المساله، هيلاقي واحد بيقول له قضيه مخترعه، واحد بيقول له يا عم طب اهي الايات اللي في القضيه دي، هيقوم رايح للتاني على طول. الامر الاخر لما تيجي بقى ترد، رد على الخوارج اللي كفروا علي رضي الله عنه بانه بدعوى انه حكم الرجال، يقول دول فهموا القضيه غلط. رد على المعتزله، يعني ما حدش بيرد النهارده على المعتزله عندهم حصانه عشان ايه الغرب يريد احياء المنهج العقلاني اللي هو بيقدم نظره ورايه في مواجهه الشرع. المعتزله عملوا الكلام ده في قضية المسائل الإيمان والكفر بقوا وعيدية، وفي قضية القضاء والقدر بقوا قدرية، في قضية الأسماء والصفات بقوا جهمية أو نفاة. هو عايز بس الروح عشان يطبقوها في قضية الزواج والطلاق وشؤون الأسرة. فهو عشان كده المعتزلة واخدين حصانة، كان اللي بتحاربوا التكفير وبتدافعوا عن المعتزلة، ما المعتزلة احدى الاتجاهات الوعيدية، المعتزلة لا يفرقون عن الخارج الا شيئا يسيرا بالقول بالمنزلة بين المنزلتين، صح؟ المهم فلما الذي يعني لما يجي حد يرد ويقوم واخد الافكار المنحرفة جدا ويرد عليه، ياخد اللي ما فرقش بين القانون الاداري والقانون في المسائل التي لله عز وجل فيها حكم، فيقول اهو وده انحرافهم. هل انت بذلك نصحت للامه؟ وانت قلت كل من يعني كل من يتكلم في هذه القضيه سيتكلم بهذا الانحراف، حيظل يوجد من يجد من يعني مش هيلاقي كلامك ليس صحيحا وليس يعني منطابقا للواقع، فضلا انه الاصل ان كل مسلم يريد ان يفهم كتاب الله عز وجل وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم على مراد الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فهنا هتلاقي الان يعني كل ما واحد صوفي مثلا يقول حاجه من الخرافات
ثم ينكر عليه عوام الناس. وده من رحمة ربنا انه ان الناس بدأت تقتنع، حتى اللي مش بيسمي نفسه يعني سني ولا سلفي ولا حتى ممكن بيدرس العلم، انه مستحيل يجعل بينه وبين الله واسطة في الدعاء او العبادة، او يقبل يحشو عقله بخرافات بتاعت اللي بينسبوها لأوليائهم نحو ذلك. فلما حد يقع كده واتباعه ومريدوه ينكروا عليه، يقول ما هو بس المشكلة في بتوع التطرف اللي كلهم دواعش. طب انت ما تشوف مشكلتك انت، ماشي؟ فيقوم طيب هيجي ايه، يقوم يختزل كل من يخالفه في مسألة ما، ياخد الصورة الغالية في فهم هذه القضية ويحاكم الجميع إليها ليحدث انتصارا وهميا. لذلك تجد مثلا وده فصل رائع جدا عقده الإمام ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل، في مناظرة متخيلة بين قضري وجبري، والاثنين كل واحد بيرمي أهل السنة. القضري لما بيرد على الجبرية بيعتبر أن أهل السنة من جملة الجبرية، والجبري لما بيرد على القضرية بيعتبر أهل السنة من جملة القضرية. وكما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: ولو أخذ هذا بالحق الذي عند ذاك وذاك بالحق الذي عند هذا لخرجوا بمنهج أهل السنة. كل واحد بياخد دليل ويفهمه بمعزل عن الأدلة، فيقوم يغلو في هذه في القضية. فإذا مهم جدا احنا بقى بنبين يعني في كل مسألة الانحرافات اللي فيها، ووجود الانحرافات لا يجعلنا نترك دين الله عز وجل. ولو كل قضية وجد فيها انحراف تركت لترك الناس الدين كله. واللي بيقوله لك النهاردة واحد له متدين بطريقة معينة، صوفي أو حتى رجل زي بيقولوا يعني فقيه الفقه تقليدي مش مهتم بالقضايا اللي انت مهتم بيها، لا معلش انت الكلام اللي بتقوله ده لما تطور بقى داعش، طب الحل لا الغيه. بيجي العلماني يقول ليه ده، انت الكلام اللي بتقوله بيطلع ايه سلفيين، والسلفيين بيطلعوا داعش. يجي واحد يقول له اصل انت الواعظ بيبتدي وبعدين يجي مش عارف مين يعلمه وبعدين يجي ده اقوى. ففي ناس شايفة ان 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 التدين طريق الى داعش. واحدة مرتدة ولا هي اصلا يعني 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 ملحدة من يومها، ايا ما يكن، في بلد من بلاد المغرب العربي، كاتبة ايه يعني كلام كده كأنها بتحاكي صورة من صور القرآن. فالمحكمة يعني عقبتها بتهمة ازدراء الأديان. فواحد كاتب هذه المحكمة الوهابية الداعشية، يعني لأنها لم يعني بيقول ويعني انه بتحكموها ليه على افكارها، ولو قالت ان ده سب او شتم او استهزاء برضه من حق، يعني سيبوا كل واحد يعمل اللي عايز يعمله. فهيبقى دايما اي حد بيختلف مع اي حد يعني دول يعني تبقى التهمه المخففه شويه السلفيه، ما يحبوا يزودوا شالك وهابيه زودوا شويه يقول لك داعشيه. طيب اديك التهمة السلفية تقول اعطاني المخففة، لا المخففة دي احنا عارفينها ايه، هي الوهابية، هي الداعشية. هذا لا طريقة نقاش ولا طريقة حوار ولا طريقة إرادة خير بالطرف الآخر، إذا كان القضية أمر عفوا عن المنكر أو دعوة الناس إلى الخير فيما تراه خيرا أو حتى منع التطرف، ده أنت بتغذيه. القضية عندي آيات تأمرنا بالتحاكم إلى شرع الله تبارك وتعالى. كون الخوارج كفروا بها خير الناس في زمانهم عليه رضي الله عنه في زمن خلافته وخير أهل الأرض، كون كفروا بهذه الآيات، مش معنى كده أننا سنتركها أو نهجرها أو لا نعمل به.
وهكذا داعش وغير داعش. ويبقى دورنا دايما نفهم المسألة فهما صحيحا ورد ونرى. ولكن من أهم الأشياء معرفة الانحرافات في المسألة. أولا لحق هؤلاء الذين انحرفوا أن ندعوهم إلى التوبة والرجوع. وكمان عشان فيش حد يجي يقولك طب القضية دي بقى خلاص دي علامة على داعش يبقى نقفل ديت. فيبقى وكل واحد هيجي يعتبر جزء من الدين علامة على داعش. ده هيقول قضية الحكم بأنزل الله، قضية الحب في الله والبغض في الله المذكورة في ما لا يعني في آيات وأحاديث كثيرة، لا دي علامة على داعش الغيها. يجي واحد تاني يقول مجرد تعظيم القرآن ومنع الناس من العدوان عليه ده داعش. يجي حد تاني يقول المحافظة على الأذكار وتعليم الناس الأذكار ده كهنوت. وبعدين بينما الكهنوت الحقيقي ما حدش يتعرض له، وانه لازم الاذن في الذكر وغير ذلك. فحيجي دايما كل مسألة يطلع حد يحاول ان ينفر الناس منها بدعوى انه قد اسيء فهمه. نقول لا، احنا اي كل ما ورد في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لابد من التمسك به. فاذا انحرف الناس في فهمه فهذا ادعى الى التمسك به اكثر. وانه من يعش منكم بعدي صار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. يبقى اذا اختلف الناس في فهم القضية يبقى من باب يجب حينئذ بيان القضية على مفهومها الصحيح كما فهمه السلف رضي الله عنهم، وليس ترك القضية إثارا للسلامة، لأنه لا سلامة عند هؤلاء. يعني أولا ترك شيء من الدين استرضاء للناس ليس سلامة، ثم لو تصورت يعني النهم لا يقف عند شيء، وفي ناس شايفة أن كل جزء من الدين يؤدي أنه لازم في الآخر ينسبك إلى داعش. واللي هو متمسك بجزء من الدين ويقول وبيستعمل نفس القضية في اتهام غيره، أصل أنت بتتكلم على قضية الحكم بأنزل الله، بتتكلم على قضية الولاء والبراء، وانت كده بقيت زي داعش. انت نفسك بتتعرض لهذا الابتزاز من طرف اخر ابعد عن الدين منك، فلا تقرر هذا المبدأ، ولكن قرر مبدأ الرجوع الى الكتاب والسنة بفهم سلف الامة. وان الـ 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 يعني ليس احد حج على الاسلام، والاسلام حج على كل احد. وان المسائل التي يسيء بعض المنتسبين الى الاسلام فهمها لابد ان نفهمها ونهتم بها ونوضح مفهومها الصحيح. اذا من الانحرافات اللي وجدت من ناس في جانب يعني بتظهر الاهتمام بقضيه الحاكميه فتغلو فيها، وبيستخدمها الطرف الذي يجفو في القضيه نشوف وصلتهم لغايه فين، لو لا انتوا الاثنين خطا. فالصحيح التفريق بين النظام الاداري وبين غيره. دول غلوا عندما اعتبر ان كل ما يسمى يعني قانونا او تشريعا فضلا عن تحاكم كما كان بين علي ومعاويه رضي الله عنهما، اذا من يسمي هذا كفرا فهذا بلا شك انحراف شديد. وكذا من يعرض عن تطبيق هذه الآيات يعرف ماذا أراد الله منه فيها لما قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. يبقى خطاب من الله لك لجميع المؤمنين، تدبره وافهمه ونفذه، ليس وإذا أساء البعض فهمه هذا لا يعفيك من انها خطاب الله تبارك وتعالى لك. وده اللي الناس كلها بتعمله في الحاجات اللي هي حريصه عليها. انت يعني لو يعني طالب في ثانويه عامه وعندك العارف ان الجزء ده في المقرر مثلا، وطالب خلاص يقول لك يعني هو اتلغى، يا عم فين اتلغى هو اتلغى، هتسمع كلامه؟ ما حد يعني ما حدش، خلاص هو حر. يبقى الحاجات الانسان اي واحد خايف على شيء لن يجعل انحراف اي منحرف في فهم المساله،
لا هو هيوافق على انحرافه ولا هيترك المسألة التي هو مهتم بها نتيجة وجود هذا الانحراف. ولما نيجي نطبق بقى على الأفكار الدنيوية التي لها من ينادي بها، تعال أجيب أي حد، الديمقراطية. الديمقراطية كم استغلت في بلاد هم بيقولوا عليها أن دي ديمقراطية زائفة. طب لما وجد تطبيق الديمقراطية الزائف بما في ذلك أمريكا نفسها، أنه مش كان عندهم ترامب ما كانش عايز يسلم واقتحموا الكونجرس لغوها، هم قالوا ده انحراف، هم مؤمنين بالفكرة دي ان دي حاجة صح وحاجة حسنة، رغم ان هم نفسهم بيقولوا ان دي باختصار كده احسن الوحشين. طب الحاجة اللي انت شايفها احسن الوحشين ووجد من اساء فهمها واساء استعمالها، بس هي بالنسبة لك دي احسن بديل، لم تتراجع عنها، قلت انكر عليه هو واقول له انت انحرفت. الرأسمالية اللي هم بيؤمنوا بيها، عدو الرأسمالية من الاشتراكية، ولدت من رحم الرأسمالية، فكرة ولدت الفكرة المضادة تماما، ومع هذا هو ما زال يدافع عن فكرته، هم دول انحرفوا من وجهة نظر. وهكذا لم نرى في أي فكرة لها من يؤمن بها ومن يدافع عنها انه يتخلى او يأمره غيره ان يتخلى عنها لوجود من انحرف عن هذه الفكرة، وهو ده منحرف يعني، فلماذا تطلب مني ان اترك يعني الفهم المعتدل الصحيح من وجهة نظر لفكرتي في كل القضايا. الحاجة الوحيدة اللي بيطلبك تتركها مع انها لازمة اشياء من الدين، وبيقول لك لانك مجرد ان يعني تتعرض لها وهناك من اساء فهمها فانت مثله، فلما يعجز انه يثبت انك مثله، ده يا عم ده احنا بنرد عليه النهارده، قاتلين مننا ناس يعني نكاية في انه هو بيرد عليهم، يقول لك خلاص انت مش مثله بس انت طريق ممهد له. ما هي فكرة الطريق الممهد دي برضو ما هتتطبق من اول الفتحة اللي بتعلمها للطفل الصغير وقل هو الله احد، هيقول لك ما انت كده ايه بدأت يعني، وفي ناس بتعمل كده. هو الفكرة ان هو يعني سوف يعني نعالج الطريق الممهد لما يبقى انا ببذر بذرة، والبذرة دي تبد الخط على استقامته تروح لهذا الامر، لكن لما تبقى انت بتعمل الاعتدال وحط الحدود واضحة ويوجد من ينحرف في كل حاجة في الدنيا، سيوجد من ينحرف. بتيجي تربي طفلك وتغرز فيه الثقة بالنفس، طب والغرور، لو انت اللي عمال تغرز فيه الغرور دي جريمة، ولو انت بتغرز فيه ثقة بالنفس وسبته هو يجرب ومحذرتوش ان دي محتاجة يتحط لها حدود وإلا ستنقلب غرورا، تبقى انت برضو قصرت. لكن لما انت تعلمه الثقة بالنفس وتحذره من الغرور وتحط البرامج العملية اللي تمنع من هذا، انت لا تملك قلب نفسك ولا قلب غيرك، فإذا وجد، لأنه لازم هيوجد، إذا وجد الانحراف في هذا الوقت لا يمكن احد يقول طب بطلوا بقى تربوا الاولاد على الايه، على الثقة بالنفس، وكل حاجة بقى الجماعية في والتعاون و طيب اذا في النهاية انشأت شخص تواكلي جدا، انت لازم بتحط كل حاجة وتقول في حد فاصل بينها وبين انحراف في طريقة فهمها. في اتنين مقصرين، اللي هو من الاول غرز المفهوم الخطأ، فغرز الغرور تحت مسمى الثقة بالنفس، ويشبهه ان كان اقل منه شوية اللي هو غرز المعنى الصحيح بلا تنبيه وتحذير وخطط وبرامج تمنع من ايه، من الانحراف. لكن لا يمكن ان يلام اللي هو بيغرز المعنى الصحيح ومعاه الحدود. وبعدين طب البديل ايه؟ نحذف دي
من مكونات الشخصية تنهار، وأنت هتحتاج دي لوحدها. ما أنا لو طبقت بقى القاعدة، ما من شيء حسن إلا ويمكن يساء فهمه ويقلب لشيء إيه؟ اشمعنى دي اللي هتقول لي احذفها، اللي أنت مش عاجباك أصلا، مش عاجبك الجزء الإيه الحسن بتاعها، مش عاجبك الفكرة وهي في اعتدالها، فأنت عشان مش قادر تنقضها في وهي في اعتدالها بتنقض الانحراف اللي ممكن يكون ناتج عنها. طب ما هنعمل كده مع كل حاجة، يبقى ما لا يبقى شيء في الدنيا. يبقى إذن باختصار يعني قضية الحاكمية فعلا في ناس كتير بتفهمها غلط، ده واضح جدا، وفي تقية بتمارس بأن حد مش قادر يصرح بالمفهوم الغلط بس عمال يدفع إليه، وده هنلاقيه في قضية الحاكمية بقى. الطيف كله من اتكلم على التكفير والتوقف التبين والقطبيين وبعض المنتسبين الى السنه بس يقول بعدم العذر بالجهل، هتلاقي كل دول ايه يعني بيقول مفهوم خطا وفي ممكن تقول بعض الدعاء اللي تناوله غير شامل يعني مهم جدا. لو انا حدي نوع واحد من العلوم، وده مش عيب والتكامل دايما موجود، بس طبعا العمل الجماعي المتكامل افضل الحلول، يبقى دايما بيراعى في يعني تكوين الشخصية الاداء الجوانب المتزنة تعطى مرة واحدة. لكن لو حد يعني يعمل بصورة فردية وحيدي جانب، هو راجل بيدرس فقه او بيدرس حديث او حتى شايف نفسه واعظ، دور الواعظ وترقيق القلوب وده امر يعني لا يستغني عنه مكلف، يعني لازم بقى يعني اتعرض للدين كله، وهذا قد لا يعني لا يطيق احد. لكن يا اما تبقى في اطار متكامل يدي الجرعه متكامله، يا اما لو انت لوحدك تقول انا بدي كذا، وانت محتاج ايها الطالب اللي بتحضر لي تكمل كذا، او اذا او خد بال وعلى الاقل بقى البدع المنتشره ونحو ذلك. فاذا ممكن فعلا نقول البعض حتى لو هو غير داعم خالص لهذه القضية محتاج يحط بعض المقاومة أو التحذير، لأنه أحيانا يبقى عدم التحذير يؤدي إلى انحراف. ده اللي ممكن نقوله في هذه المرة. لكن كما ذكرنا البعض أحيانا هو عايز يلغي الشيء الذي لا يروق له فينقض صورته المتطرفة ويقول انت بعينه هو نفس المتطرفين، فاذا اثبت لا يقول اذا انت تدعو اليهم، اثبت لا اذا انا برد عليهم لك، انت يعني اذا مد الخط على استقامات الناس كأن كده ايه في طيار ماشي، زي ما الناس بتطلع من ابتدائي تروح اعدادي، تطلع من اعدادي تروح ثانوي مثلا، فيقولك ده هي الناس كده بتتدين ثم تتعلم العلم تبقى تتبع المنهج السلفي تروح. لا طبعا هذا كذب في توصيف الواقع، بالعكس الناس يعني ده بيبقى الناس ماشية في مسارات عشوائية، في ناس من يعني انتقلوا من ربما يعني مغني مشهور او لاعب كرة مشهور او غير مشهور، المهم يعني حد ملوش اهتمامات دينية راح داعش على طول في نماذج معروفة مشهورة. واللي بيمشي في مسار التدين، اللي راح في السكة اللي بتدي منهج متكامل وتحذير من الانحرافات، لا يتسرب منه إلا النذر القليل، ولأن القلوب يعني لا يعني يملكها إلا الله تبارك وتعالى، ولأن برضو الناس انت يعني حتى يعني
الاطلاع على يعني انتاج كل اتجاه، ممكن حد يبقى ماشى في السكة دي لكن ما كملش وسمع من سكة تانية اكتر او نحن، لكن في الاعم الاغلب لا، في يعني حصانة كاملة. بل تقول ده انت لو تخيلت ان المنهج ده مش موجود مش هيقل الوارد لداعش كما تتصور، لان التسرب البسيط اللي هو اللي انت شايفه ده، لو شلت المنهج المتوسط وبدأ حد بيقول له قضية الحاكمية دي من اختراع ابن تيمية، وحد مجرد بس بيجيب له الآيات من كتاب الله عز وجل وبيفسرها غلط بمفهوم متطرف، الناس هتروح للتاني. عدد كبير من اللي وجدت عنده العاطفة الدينية هيروح لده، هيبقى فعلا طيار بجد، لأن انت في الواقع الطرف الآخر انحيازه وعدم يعني تطبيقه أو تعبيره عما هو موجود في كتاب السنة بقى واضح جدا. وبالتالي تصور انه لو كان في حد بيتسرب، يعني انه لو شلنا هذا الفكر خلاص نبقى قفلنا، لا، ده انت بتزود الطيار ده اللي يعني ان الناس عندما لا تجد الطرح المعتدل الاعتدال حقيقي والوسطي والسطية حقيقية، وحيلاقي الناس معاني موجودة في آيات قرآنية في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبعدين هو ما بين حد بيقوله لا ما تجيبش سيرة القضية دي، وحد تاني بيقوله بل نهتم بما اهتم الله به، حتى لو بيفسرها بتفسير الخوارج هتلاقي ناس كتير لا يعني تذهب الى هذا. طيب نرجع، احنا بنقول لا، وجد فعلا من لم يفرق هذا التفريق، وبالتالي العلامة الشنقيطي رحمه الله وهو يحمل تلك الحملة على الذين يدعون الى يعني تحكيم غير شرع الله تبارك وتعالى، لم يفته أن ينبه هذا التنبيه وأن يحتاط هذا الاحتياط. فالنظام الإداري ذكرناه ومستنده في الشرع، هو يدور في الشرع ما بين باب المصالح المرسلة وباب سد الذرائع، يعني بتكلم في أشياء الأصل فيها الإباحة، ومع هذا فتحريم المباح هكذا مطلقا، إن حد يجي شيء مباح يقول هذا حرام أو هذا ممنوع، وأيضا من الحكم بغير ما أنزل الله، إلا أن يكون بالضوابط المذكورة في باب المصالح المرسلة أو باب سد الذرائع. فنقول أن هذا من جملة ما أمرنا الله به، أن نحفظ النفوس والأموال ولا تحفظ في ظل وجود السيارات ونحوها إلا بتنظيم السير، ومن ثم صار الإلزام هنا فرع على أمر الله لنا بحفظ هذه الأشياء، وليس مجرد إن حد كده بهواه هيقول كله كذا وما تاكلوش كذا أو امشوا بالطريقة الفلانية امشوا بالطريقة الفلانية. يبقى إذن النظام الإداري كله راجع إلى بابي المصالح المرسلة وباب سد الذرائع وبضوابطهما الشرعية، ومجالهما نقل بعض المباحات إلى المطلوبات وبعض المباحات إلى الممنوعات، ولا بد أن يكون بهذه الضوابط، وأن يكون مستند المصلحة الشرعية الأكبر التي صارت هذه الجزئية ضرورية لتحصيلها، فإذا يكون هذا من تحكيم شرع الله تبارك وتعالى حتى وإن كانت تلك التفاصيل مستحدثة. قل وأما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السماوات والأرض فتحكيمه كفر بخالق السماوات والأرض، كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف، ده عمره ما يبقى يدخل في باب لا مصالح مرسلة ولا سد ذرائع ولا شيء من هذا، يعني ده حكم شرعي ثابت متقرر. فإذا يعني عدم تحكيمي ترك لتحكيم شرع الله، فضلا أنه يوصف شرع الله تبارك وتعالى بالظلم أو التعدي أو نحوه. طبعا ذكرنا قبل كده يعني سعد الدين الهلالي يعني هداه الله بيقول لك طب افرض، شوف هنا بقى التلاعب، افرض اولاد ذكور واناث ورثوا عن ابيهم، فقالوا فاتفق الذكور فيما بينهم
دعنا نقسم هذه التركة بالسوية بيننا وبين أخواتنا. أليس هذا من الشفقة وهذا من الإحسان وهذا من حسن الخلق؟ عد بقى، افتح قوس وقول مترادفات، نقول له نعم جزاهم الله خيرا. طيب خلاص هنعمله قانون. نقول له يعني نعوذ بالله من الخذلان، انت كنت بتكلم على حد عايز يتبرع لأختي، ما هو الكلام اللي هو بيقوله ده تعالى بقى كيفه شرعا. ليه قلنا انه شيء حسن؟ الحقوق المالية تقبل التبرع والتنازل والصدقة. فعاد يقول احنا وارثين عن ابينا، في الاخر هو عارف انه هو نصيبه قد كده. اقول لا خلاص، يعني كلهم متفقين، دعنا يترك الذكور من نصيبهم الى سواء، قالوا بقى نقسم، قالوا نسيبها كلها للاناث احسن واحسن. اذا كانوا ساعتهم ايه عارفوا حقهم وتسامحوا فيه، مش هقول لك يقسمها بالتساوي، لا، لو ان الذكور اغناهم الله من فضله ووجدوا الاناث في حاجه او اي حاجه هديه قالوا نتركها. فالمثال اللي هو قاله يقول يقسموها بالتساوي، يتركها كلها للاناث، لا بأس. وطب ولو عكسنا بقى والاناث متزوجات وازواجهن في رغض وعندهم الذكور كده، واراد الاناث قالوا فلنترك هذا المال لاخواننا الذكور، بدون طبعا ما يحدث للاسف احيانا من اكراه البنات على الـ 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 بسيف الحياة. لا انا بتكلم كمثال عكس بقى، اللي هو بيقول ده شيء حسن، طبعا حسن وجميل، وجميل. طب نطلعه قانون؟ اعوذ بالله برضه، مش معنى دي، ما هنا مرة يعني. اذا انت القضية هنا تحايل بكل الطرق يعني تمرير ما يريده الغرب. ويا اخوانا هو شرعي، هو شرعي ازاي؟ ومجايب لك مثال في هذا التدليس. لا، المثال اللي انت بتقوله ان كان عن تطوع يبقى جزاهم الله خير. اذا كان الذكور تركوا للاناث، او الاناث تركوا للذكور، او المستغني ترك للفقير، يعني ان بعض الذكور والاناث قالوا نترك لبعض الذكور والاناث الاخرين الاكثر حاجه، اي شيء من هذا القبيل، كل ده جائز بعد ما عرفناهم حقهم. لا منة لأحد فيه على رجل ولا على امرأة، والمنة لله عز وجل، انت حقك كذا وانت حقك كذا، من يريد ان يتطوع يتطوع. فاذا يعني كل هذا يعني حكم غير مرضي الله وتشريع ما لم يأذن به الله. فمن يدعي ان تفضيل الذكر على الانثى، طبعا هنا هل عشان بعض الإخوة أحيانا بيقولوا رد هو منتشر جدا يعني، وأراه غير ملائم، يعني اللي هو لما يقولوا احنا عندنا حالات في الميراث ترث المرأة أكثر من الرجل. نعم موجود في الميراث كده، بس هنا السؤال إن مش هو ده اللي هم بيقولوه؟ المرأة في الغالب ترث نصف الرجل الذي على نفس درجة قرابتها، يعني الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين. الأب والأم ساعات يبقوا متساويين، وساعات الأب ياخد السدس والأم تاخد السدس، وبعدين الأب يرجع ياخد تاني الباقي تعصيبا، يعني في النهاية. وإذا كانت التركة لهما فسيكون له الإيه؟ الثلثين. فإذا الرجل يرث ضعف المرأة التي في الغالب، وبالذات نتكلم على درجات القرابة القريبة جدا يعني الإيه؟ فإذا يرث ضعف المرأة التي على نفس درجته من القرابة، يبقى في تفضيل. عشان كده الشيخ بيقول هم بيقولوا إن الميراث في تفضيل للذكر على الأنثى، وهم يتهموا هذا بالظلم، والكلام ده يعني كفر والعياذ بالله إذا اتهم الشرع بالظلم. نعم في تفضيل للرجل على المرأة في الميراث، ولكن هذا من جملة الحقوق والواجبات المتبادلة بين الجنسين. انت دخلها بقى في الحسبة كلها، ودخلها في ان الرجل له القوامة وعليه الانفاق، وبعدين كل الشرع ألزمه بالكسب فملتزم بنفقة زوجته حتى لو كانت غنية، ثم غالبا هو اللي هيبقى لما اولاده يبقى هيلتزم بعد كده نفقه اولاده بالذات، وهم لسه غير قادرين على الكسب، وحتى لو كبروا وهم ما زالوا قادرين،
وهيكون ونفقت والديه طبعا وربما نفقت أخواته وغيرهم، فبيلزم بنفقات. وقلما المرأة لا تنفق على نفسها وهي ذات زوج يجب الإنفاق على الزوج، وقلما تبقى هي ذات مال نجب عليها نفقة قريب من إيه؟ من أقاربه. فإذا القضية فيها تكامل، ما تجيش تاخد حكم لوحده بمعزل عن بقية الأحكام. وبعدين الرجل والمرأة، المسلم والمسلمة، يسلمان أمرهما إلى الله. فأنتوا يعني هنا الذي يريد أن يتدخل فيما تتدخل، المسلم لم يسلم إلا عن يقين بأن هذا هو دين الله، أن هذا هو شرع الله، وأن الله عز وجل حكيم عليم خبير. فلما نيجي حكم إن الرجل ينفق على زوجته حتى وإن كانت غنية، ما يفجيش الرجل يقول مش من المسلم ولا يجد في صدره حرج من إنه مكلف بهذه النفقة. وفي المقابل المرأة لما تيجي تلاقي انها بتاخد في الميراث، غالبا اللي هتاخده في الميراث ده لن يرد ان حد يطالبها بيه، ده كده ما هتبقى مدخرات يعني، ومعها هي لقت انها تاخذ نصف ميراث اخيها مثلا، لا يجوز ان تجد في صدرها حاجه، ويجب ان تؤمن بانه ده ما هو هي في الاخر حتى اللي معاها اموال، ويمكن في قد يعني في النهايه تحتاج الى اوليائها في كثير من الامور، ولما ولو هي معهاش هتجب النفقه على هؤلاء الاولياء. هو ليه انت بتقول دايما بيتكلمونا عن الايه؟ الرجل والمراه كاننا عندنا قارتين كده او كوكبين، ده كوكب الرجال وده كوكب النساء. هو الرجل هياخد اموال يعمل بيها ايه؟ ما عنده زوجه وعنده اولاد. فانت ليه ما نظرتش للانتفاع لو الكلام رجل وامراه؟ ما فيش رجل وامراه يعني، القضيه ان في الاخر هو بالعكس الرجل اذا اخذ الميراث لازم ان ينفق على اسرته، وهي اذا اخذت لم يلزم ان تنفق على زوجها، وان تطوعت ايضا خيرا. فالمساله متداخله في اشياء كثيره، النظام الاسلامي ياخده على بعضه ويقيمه على بعض، مش ينتزع منه جزء. في الغرب يعني بيسوفوا الميراث وبعدين في الاخر في النفقة بيلزم المرأة تنفق على زوجها لو هي أكثر دخلا منه، وبيلزمها تعطي له نفقة لو حصل الطلاق طالما أنها أكثر دخلا منه. وبتحكوا لا ده قضايا شهيرة يعني، ففي يعني وهكذا. فده نظام متكامل يعني وفيه من الجور ما فيه، لكن يعني أيضا ما تقارنش إيه جزئية مع جزئية. طيب وكدعوى أن تعدد الزوجات ظلم برضو، يعني كيف يشرع الله عز وجل شيء وأنت تسميه ظلم؟ يقول لك قيد بخيوط، خلاص قول كده، قول أن الرجل الذي يتزوج بغير دون أن يكون محق للعدل بين الزوجات، دون أن يكون مستطيع، هو ظالم، مش أن التشريع ظلم. ويبقى وما ينفعش شيء شرعه الله تبارك وتعالى فنقول أن الله عز وجل علقه على شرط مستحيل، لأن ده عبث. يعني لما نقول إيه؟ إن من يدعون إن التعدد معلق على شرط العدل حتى في درجة ميل القلب، وبالتالي لن يحصل وبالتالي يحرم التعدد. هل هذا يوصف به كلام الله عز وجل؟ إن في الآخر يعني تخيل مثلا ان 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 في يعني في كلام يراد به الهدايه والارشاد، واقول يعني هل يجوز كذا ولا يجوز بشرط كذا وكذا، والشرط ده مستحيل تحققه انت ولا غيرك ولا الثالث ولا الرابع. طب ما يبقى اذا ما تقول لا يجوز من اجل كذا، كما قال الله عز وجل يعني ايه؟ ويسألونك عن الخمر والمسك قل فيهما إثم كبير ومنافع، يعني ده كمان فيهم منافع، طالما الإثم أغلى بيبقى كده الحكم إيه؟ لا يجوز. فلو كان الأمر كما يقولون لقال الله عز وجل أنه لا يجوز. يعني برضو أنت زعلان من التعدد ليه؟ أصل ده ضد المرأة. هو الرجل هتتجوز الثانية دي مش من جنس النساء؟ والثانية التي ترضى
أن تكون ثانية في الأهم الأغلب. يا الرجل ده رجل مثلا يعني يعني ذو وضع يعني تتطلع النساء إلى الزواج منه، طب هو رجل يعني لماذا يعني تظن به على امرأة بعينه؟ يا إما هي نفسها إما يعني لا تجد غالبا من يرغب فيها كزوجة أولى. أنت ظلمت دي ليه؟ ظلمت اللي هي ممكن ما تلاقيش فرصة للزواج إلا كزوجة ثانية. ليه بتظلمها وهي امرأة تحت دعوة نصرة المرأة؟ هي ليه الأولى عندك امرأة والثانية مش امرأة؟ مع أن طبعا برضو كل القضاء دي فعلا عشان بعض الإخوة أحيانا تاخد الرد على العلمانيين ده كأنه لا يبقى خلاص بقى الجهاد هو أن نتزوج الثانية والثالثة. لا، في إخوة كتير ساعات طريقة زواجهم للثانية بتكون يعني مضيعة المصالح، ويكون الأفضل له أن يتزوج واحدة، بل الراجح أن المستحب واحدة إن كفت. نعم نعم على هذا الكلام. طيب يعني في امرأة في دولة من الدول العربية بتطلب بتشريع تعدد الزوجات، يلا يا شيخ قال له جزاه الله خير احسن من اللي عندنا. انا جبت سيرة هذا الكلام، انا بقول هو ده حكم شرعي لابد ان نذعن له جميعا. اقول احيانا طريقة تطبيق البعض له فعلا خطأ، وهذا لا يجعلنا نقول انه نفسه خطأ. ومن يقول ان الطلاق ظلم للمرأة وان الرجم والقطع ونحوها اعمال وحشية، لك فرق كبير جدا. حتى يعني تقريبا كل بلاد المسلمين يعني الا النذر اليسير لا يطبق فيها الحدود، لكن فرق بين اللي يقول انها وحشية وبين اللي يقول نخشى من عقوبات الامم المتحدة لو طبقنا او غيرها. قلنا دي يا اما اكراه يا اما تأويل بانه مكره، لكن لا يعني لذلك المسألة هي حكم بغير ما انزل الله. اللي في الجرائم المقدر لها حدود يضع عقوبة أخرى فده حكم بغير ما انزل الله. المعين لو قال والعياذ بالله أصل دي وحشية فهذا ردة، وإن احتمل الجهل، وإن كان يعني المسائل دي موجودة في القرآن، يعني مسألة الحدود مذكورة في القرآن، ومع هذا إن احتمل الجهل تقام عليه الحجة. أما من يعني يذكر إكراها، إما أن يكون مكرها بالفعل أو على الأقل متأول أنه مكره، فإذا نقول هو يعني معذور في هذا مع استمرار الدعوة والمطالبة للجميع وجوب تحكيم شرع الله تبارك وتعالى، وأنه لو في إكراه نحاول أن نذيل أسبابه. يقول فتحكيم هذا النوع من النظام في أنفس المجتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم وعقولهم وأبدانهم كفر بخالق السماوات والأرض وتمرد على نظام السماء الذي وضعه خالق الخلائق لا وهو أعلم بمصالحهم سبحانه وتعالى أن يكون معه مشرع آخر علوا كبيرا. وقال رحمه الله الحلال هو ما أحله الله والحرام هو ما حرمه الله والدين هو ما شرعه الله، فكل تشريع من غير سبحانه وتعالى باطل، والعمل بتشريع بدل تشريع الله عند من يعتقد أنه مثله أو خير منه كفر بواح لا نزاع فيه. وقد دل القرآن في آيات كثيرة على أنه لا حكم لغير الله وأن اتباع تشريع غيره كفر به. وقال رحمه الله اعلم أن الله عز وجل بيّن في آيات كثيرة صفات من يستحق أن يكون الحكم له، فعلى كل عاقل أن يتأمل الصفات المذكورة ويقابلها مع صفات البشر المشرعين للقوانين الوضعية فينظر هل تنطبق عليهم صفات من له التشريع سبحانه وتعالى عن ذلك، فإن كانت تنطبق عليهم ولن تكون فليتبع تشريعهم، وإن ظهر يقينا أنهم أحقر وأخص وأذل وأصغر من ذلك فليقف بهم عند حدهم ولا يجاوز بهم إلى مقام الربوبية سبحان الله أن يكون له شريك في عبادته أو حكمه أو ملكه. يقول وقال رحمه الله
وكل تحاكم إلى غير شرع الله فهو تحاكم إلى الطاغوت، وذلك في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فالكفر بالطاغوت الذي صرح الله بأنه أمرهم به في هذه الآية وشرط في الإيمان، أنه كما بيّنه تعالى في قوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يفهم منه أن من لم يكفر بالطاغوت لم يستمسك بالعروة الوثقى، ومن لم يستمسك بها، لأن العروة الوثقى هي لا إله إلا الله، فهو متردد مع الهالك. وقال رحمه الله: إن غير الله لا يتصف بصفات التحليل والتحريم. ولما كان التشريع وجميع الأحكام شرعية أو كونية قضرية من خصائص الربوبية، كان كل من اتبع تشريعا غير تشريع الله فقد اتخذ ذلك المشرع ربا وأشركه مع الله. يعني كما ذكرنا قبل هذا، من القضية لها متعلق بتوحيد الربوبية ولها متعلق بتوحيد الألوهية، ومن فهي متعلقة بالتوحيد من هاتين الجهتين. يعني يبقى معنا كلام الإمام ابن كثير والعلامة أحمد شاكر رحمهم الله تعالى، نذكره في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.